اهلا الفاميلا، كديرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وعيد مبارك سعيد يدخل عليكم بصحيحه وبسلامه وطول العمر ان شاء الله، كل ما تمنيتو لكم والعائله ديالكم ان شاء الله. واليوم جيت من بعد طول الغياب سالي معايا رمضان باش نقول لكم شويه اجواء العيد في قطر. وفوالا، اللي كيقول العيد كيقول اول حاجه حوايج العيد للوليدات الصغار، وداكشي اللي درنا مشينا نشريو حويجات العيد للدراري الصغار، ولي مول كلهم كانوا عامرين، ميمكنش تخيلوا كلشي كيشري حوايج العيد. الاجواء فكرني غير في المغرب والقيصريات وهذا، كلشي دائما عامر. دابا حنا عندنا نفس الاجواء، كلشي حتى اليومين الاخر عاد كيخرج يجري، خصنا الحوايج، خصنا صناد، خصنا صبابط. بغيف هنا كنا كندورو في مكازات باش نشريو لبنيتات حويجات ديال العيد، وهما اللي اختاروا الصراحة هاد العام راسهم، فخليناهم العيد عيدهم. من بعد مشيت للدار بديت كنوجد الحليوات. صراحة هاد العام ما درتش مجهود كبير، درت واحد الحلوة عرفتي هادي ديال البيستاج سريع فرمشة عين، واحد البراوني تا هو فرمشة عين، و خديت واحد لي كرواسون عاديين كيكونوا زعما ساده كيكونوا عاديين دي كرواسون، وعمرتهم بلا كريم دو بيستاج. دابا اللي حليكم دي فيديو ابار ديال هاد الوصفات السريعه حيت انا ما عنديش، ما داكشي معطل، المهم مرة سريع يعني يقدر الواحد يدير فيهم 5 دقائق، انا كومام كندير فيهم اكثر، المهم سريعين. من بعد هنايا كنت مشيت خرجت درت واحد لوتور واحد المجازات كيبيعوا هاد التخربيقات ديال الدراري الصغار، حيت كنت باغا ندير لهم واحد لاكتيفيتي في العيد، ومشيت شريت لهم باش ندير لهم دي بتي ساشي فيهم هدايا. كيف ما كتشوفوا معايا شريت دي ستيكر، شريت واحد العقيق دي بيرل مع الحي الخيط ديالهم باش كيعمروا العقيق، مذكره مع السيوي. صراحه كانوا صحاباتي غيجيو يفطروا معايا، والاغلبيه كانوا غير البنات، كان غير ولد واحد، فكتشوفوا هادشي بزاف ديال الخروج ديال ما عرفت شنو. هادو سي دي بابلز، خديت لهم واحد زعما دي تيغليغ صغيورين. شنو اخر؟ هاد العقيق اللي قلت لكم على السيك ديالو باش يديروا دي بتي براسلي. المهم عمرت لهم واحد امتي ساشي بالخربيقات، من موراهم درتهم في هاد لي بتي ساشي اون بلاستيك، و فينالمون ما قدونيش، لقيت ما عنديش اسي، فعاودت درتهم في هادو، ودرت واحد لو ستيكر مكتوبه فيهم عيد مبارك، ولا عيد مبارك سعيد عساكم من عواده داكشي ديالهم هنايا. وشديتهم درتهم في واحد الكرتونه كبيره باش غادي يكون هذا هو واحد الكنز اللي غادي يقلبوا عليه. اي با فوالا، درت لهم اون شاس او تريزور، هاد لا شاس او تريزور اللي درت لهم كيف ما كتشوفوا هذا هو لو تريزور ديالهم. وباش ما ينوضش الصداع، كل واحد درت ليه بحال ابار الوليد حيت ولد فما درتش ليه العقد، درت ليه باتامود اللي واقيلا ما قلتش مبغيف، درت ليه شي حاجه ولاد، وجدت لي زينيغم ديالي ولي ديفي ديالي باش يديروا لا شاس او تريزور، لي ديبلوم اللي غنعطيهم في الاخر. هاد لا شاس او تريزور حتى غندير لكم عليها فيديو ابار سيباري، ما بغيت ما يكونش هذا الفيديو طويل، بقا نحط لكم دي فيديو الاكسبليكاتيف بزاف د الحوايج اللي بغيتو ديروا مثلا الدراري ديالكم هادشي. وجد دي كريون دي ستيلو داكشي باش يرسموا، المهم يتلاهاو. لو لوندما زعما الصباح ديال العيد فقت وجدت هاد شاركوتري بورد، كنت لافاي خرجت مشيت شريت شاركوتري والفرماج وبديت كنصايب فيها كيف ما كتشوفوا. مهم كل واحد والابداعات الخاصه والاجتهادات الخاصه ديالو في هذا الشارك تري بورد، ما عندهاش شي ريغل ولا قانون مسطر. ودايور دابا الناس ما بقاوش كيديروا غير هاد الشارك تري بورد، دابا ولا كاندي بورد، شوكليت بورد، تقدري زعما ما عرفتش برجر بورد، ممكن بزاف الابداعات ولاو مبدعين في مجال هاد اللوحه العجيبه ديال التويشيات. هم اليوم درتها غير بالطريقه العاديه، حتى هي تنصور لكم تنحط لكم لو فيديو ديتايي، ما هي كيبقى كل واحد والابداع ديالو، راه ما كايناش شي قاعده اللي كتقول لكم كيفاش خصكم تحطوها ولا كيفاش خصكم تصطفوها.
فوالا كيكونوا فيها دي بتي بريد ستيك، دي بيسكوي سالي، فروي سيك، دي فروي، انواع ديال الشاركوتري ديال الفرماج اللي كتبغيو، وشويه العسل والكونفيتور حطيت. وهذه درت اللبنه ومعها زيت العود والزعتر. ومن بعد بقى لي بزاف الشاركوتري وداكشي، فاش صايبت دي بتيت بروشيت ديال الحلومي فرماج كاروت، هذيك اللي بنا عسل وداكشي. المهم جاوا عندي صحاباتي هما اللي صايبوا الحلوى الصراحه، داكشي علاش انا ما صيبتهاش هذا العام، عرفتوا دابا علاش. وزوقنا الطويبله ديالنا. واحد الصديقه قالت لك لا يا اختي الملوي خصو يتسخن ما يمكنش، فسخناه في اله البانيني. عرفتي في الاول فاش قالت لي قلت او كيفاش هذا البلان، مي والله تصدق لي هذيك لا ماشين بانيني حتى هي كيخرج منها العجب الصراحه. فوالا دي طويبلتنا دوك الحلويات اللي على الله يصير، هذوك حلويات مصريه جابتهم لينا صديقه ديالي مصريه، شكرا حتى هي ليها. وهادو دي بتي ساشي كنصيفطهم مصورتهم، فيهم غير كاوكاو شوكولات وواحد لو بيسكويت بالشوكولا الدراري، مبغيتش ندير لهم الفاني داكشي. وهنايا بداو الوليدات لا شاس او تريزور ديالهم الصراحه. جري درت ليهم الماراطون، كان خاصهم يجريو يلقاو بلاصه ديال واحد لي زينيك، وانا كنعطيهم دي كيسيون ولا كنعطيهم كنلمح ليهم البلاصه، كيمشيو لهذيك البلاصه كيلقاو واحد لينيك، الا جاوبوا صحيح كنلمح ليهم على البلاصه الثانيه، وانسي دي سويت حتى وصلوا في الاخر البلاصه ديال الكنز. المهم حاولت ندير لهم شي اكتيفيتي ولا شي حاجه مغايره غير باش يحسوا بان النهار مختلف وبانه فريمون العيد. ها هما لقاو الكنز، ودات لهم دي بتي ديبلوم عطيتهم ليهم. ابري صايبنا دي ميداق، حاولت نلقاهم ما لقيتهمش على صايبتهم. كل واحد خدا لو بتي ساشي ديالو اللي هو لو بتي تريزور ديالو، وصراحه كانوا فرحانين بيهم الحمد لله. ومن بعد النهار لا يكتمل العيد لا يكتمل بدون كسكس. ونشكر الاخت فتيحه اللي تمحنات وتعذبات وطيبت لينا واحد الكسكسوره استمتعنا به. وهذا هو كان العيد ديالنا في قطر، نتمنى تكونوا نتوما دوزتوا عيد جميل جدا، الى اللقاء.